نروح بعد كده لآخر تقرير في الفقرة دي، وده هنشوف فيه المنتدى الثاني لتسويق مخرجات مخرجات البحث العلمي، اللي هنا بيحمل بين جدرانه مشروعات مختلفة، أفكار جديدة فيها إبداع، في تطبيق كمان أغلبها تم على أرض الواقع بدعم عدد من المؤسسات الحكومية زي أكاديمية البحث العلمي. نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنتدى الثاني لتسويق مخرجات البحث العلمي بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبعض رؤساء الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وممثلين عن وزارة الصناعة والإنتاج الحربي والاستثمار. بركز الضوء على مخرجات مجموعة من المشروعات والمبادرات اللي بتدعمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واللي هي قابلة للتطبيق أو تم تطبيقها بالفعل. الهدف هو التسويق، الهدف هو إتاحة الفرصة للباحثين أنهم يعرضوا ابتكاراتهم ومشروعاتهم على المجتمع، في وجود طبعا الإعلام العلمي اللي هو وجود حضراتكم. مفيش أمتع في الدنيا أنك أنت تشوفي باحثين بيتكلموا بحب زي ما أنت شايفة كده، يعني كل واحد فيه بيتكلم على حاجة كأن دي حبيبته اللي هو بيوصف فيها في البحث بتاعه. ومش كده وبس، ده بنتكلم على حاجات بقى إيه، بنتكلم على إزاي نزود إنتاجية القمح في مصر، إزاي نقلل استهلاك المية، إزاي نزود إنتاجيات الرز، وإزاي نحسن من منتج الرز نفسه واستنباط نماذج جديدة من الرز. بنتكلم على حاجات ليها دخل بالامن القومي وليها دخل بالاقتصاد بتاع مصر في توفير عمر صعبه. يهدف المنتدى لاستعراض المخرجات البحثيه الناتجه عن المشروعات والمبادرات التي قامت بها الاكاديميه بتمويلها والاشراف على تنفيذها بالتعاون مع مركز البحوث الزراعيه والجامعه المصريه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا وجمعيه مصر الخير ومركز تطوير المشروعات وتكنولوجيا الابحاث العلميه والمركز القومي للبحوث وجامعه حلوان. احنا الحقيقه النهارده بنشارك في مشروعات في مجال المياه. عندنا مشروعين، مشروع التحليه بالطاقه الشمسيه، وده مشروع لاول مره ينفذ في، مش عايز اقول في العالم لكن خلينا نكون متواضعين ونقول في الشرق الاوسط، وهو تحليه باستخدام الطاقة الشمسية دون الحاجة إلى بطاريات. مشروع الحرير كان أمل من أملنا، إحنا مجموعة مكونة من 7 فرق كلهم في تخصصه والتكامل، إحنا مؤمنين بده، وكان أملنا إن إحنا مصر تكون منتجة لهذا الحرير الطبيعي، لأن الصين واليابان اللي كانوا بينتجوا الكلام ده كله ابتدوا، الصين مستواها الاجتماعي ارتفع فابتدت تستغل الكلام ده، ابتدت هي بتستغله محليا، كانت بتصدر 75% منه للدول العالم كله، فدلوقتي إحنا محتاجين محليا ومحتاجينه تصديريا. منتدى يحمل بين جدرانه مشروعات مختلفة لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة واستعراض المخرجات التي تم تطبيقها خلال عام 2016 وبداية عام 2017 نتاج مجهود عدة جهات حكومية وخاصة بهدف تطوير البلاد وتنميتها. لميا حمدين، صباحون.